السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم الحلوة بكل خير. رجعنا الكب هيد والحلقة اللي طافت كملنا جزء كبير من جزيرة الدي ال سي. تخيلوا يا شباب، راح يبقى لنا آخر بوس ونكون جمعنا جميع المقادير اللي طلبها منا الطباخ مالح. فبمجرد ما نجمعهم أو نكمل جميع المقادير راح نرجع إلى المخبز تبعه. للأمانة الإضافة كانت جدا قصيرة ولكن استمتعنا كثير، والله كانت جدا جدا ممتعة ولها جوها. على أي حال يا شباب، وصلنا إلى جهة البوس الأخير اللي راح ناخذ منه آخر إنجريدينت. خلونا نستخدم سلاح البرق، يبغالي أني أشتري السلاح الأخير من الخنزير. خلونا نقول بسم الله يا شباب ونبتدي. كتيبة البوبيات الطيرانية العسكرية يا شباب، يعني حربيين هم، فطبيعي بيكون عندهم مسلحة كثير. يعني شوفوا، شفنا كرات التنس وتاتو العظام، ما ادري كيف قاعد يضرب فيه، ولكن شوفوا من زود الفزقة توم عندهم مسدس يا شباب، مستخدمين توم المسكين كمسدس لهم. الله يقطع بليس التنمر، متنمرين هذول صراحة. رايحين فيها البوبيات، فعلشان كذا خلونا نلقنهم درسا. حليب الموز، كذا نكون خلصنا من الفيز الاول. نروح للفيز الثاني، البوبيات الصغار. يبغالنا نحاسب. ممتاز، خلصنا من واحد. جميل، الثاني والثالث والأخير. جميل جدا يا شباب، الفيز التالي. أوه يا إلهي، أوه شوف أساس البلا، البوبية هذه نعطيها حليب الموز. جيد، ممتاز. طلعوا كيف تغير، تغير التحكم. اوه ماي جاد، يلا من جديد. يا الهي، ممتاز، كذا نكون خلصنا منها يا شباب. ف جي جي زي الحلاوة. ممتاز، رانك اس زي الحلاوة. واخذنا الاناناس المنعنع. طيب يا جماعة، كذا جمعنا كل المقادير، فحنا جاهزين ان نتوجه الى مخبز مالح. لكن قبلها في فيس سري في المرحلة هذه، فخلونا نشوفها مع بعض. ممتاز، خلصنا من الفيز الأول. ركزوا يا شباب في البوبيات في الفيز الثاني، كل واحد منهم عنده طيارة والدخان تبعهم باللون الأبيض يا شباب. فمجرد ما نضربهم الفترة قليلة راح يتغير الدخان إلى اللون الرصاصي، وهنا مربط الفرس. مجرد ما يصير للرصاصي المفروض أني ما أكتله، ما أضربه ضربة زيادة، فالمفروض أني أحولهم كلهم إلى الدخان الرصاصي. فراح ندخل للفيز السري. لاحظوا ان واحد بس هو اللي تحول باللون الرصاصي، يبغالي اني مرة انتبه يا شباب. اوكي، اثنين، اوكي صاروا كلهم باللون الرصاصي، فدخلنا للفيز السري يا شباب. لاحظوا كيف راح نحارب القائدة تبعتهم بالاضافة الى الكلاب الصغار، وكل واحد وعنده الاناناسة تبعته. ممتاز، ودي دي ودي كمان، يعني تغير شكل الفايت عن قبل شوي. لو تلاحظون قبل شوي كانت الشاشة متشقلبة، لكن الحين تغير الموضوع تماما، فحسيت ان اضافة جيدة ومختلفة. جد ان دخول الاضافة ما هو بالشيء السهل، ولكن ما يمنع ان نشوفها مع بعض. خلونا نشوف ايش اللي راح يصير، لانه واضح ان الفايت ما هو مريح كثير. طيب ممتاز، ممتاز
ممتاز، المفروض ما بقى إلا شيء بسيط. ممتاز، فكذا نكون خلصنا. طيب يا جماعة الخير، جاء الوقت الحين التحضير الفطيرة العجيبة. من بعد ما جمعنا جميع المقادير، جاء الوقت اللي راح نتوجه فيه إلى جهة مخبز مالح علشان ننقذ تشالس أو نحررها من عالم الأرواح اللي هي فيه. خلونا نقول بسم الله يا شباب ونتوجه إلى المخبز. إيش اللي صاير؟ إيش الممر السفلي هذا؟ وين الخباز أو الطباخ مالح؟ خلونا ننزل إلى الأسفل يا شباب. الوضع غريب، إيش اللي صاير؟ خلونا نكمل. أهلا بعودتكم يا الفضوليين الأشقياء، ما توقعت أنكم ترجعون بدري. مو مهم، مرة متأخر أنكم توقفوني الحين. الفطيرة العجيبة راح تكون أفضل شيء أسويه، لكن عيب علي أني ما خبرتكم عن أهم عنصر سري من المقادير، روح عايشة. وقت ما كنتوا يا الأغبياء مشغولين بالمهمة اللي طلبتها منكم، قدرت أني أخطف صديقكم هنا. لما تنخبز روحه مع الفطيرة العجيبة، قوة نطاق عالم الأرواح راح تكون لي. مقمان تشالس، لازم تساعدوني. لكن بالبداية راح أخذ هالمقادير وراح أستخدم روسكم في تقديم الأطباق. الطباخ مالح الخاين يا شباب، تخيلوا استغل حاجة تشالس أنها تبغى ترجع للحياة، وقال لنا أن نجمع المقادير اللي جالس، طلعوا كيف حتى جالس يعذب المقادير وطلب أن نجمعهم كلهم. يا أخي كأنه حلو صوت التقطيع تبع الليمون. طلعوا كيف جالس يستغلهم وحنا اللي جالسين نتعذب في هذا كله. فخلونا نشوف حوسة الفيز الأول من مكعبات السكر والعجين الكوكيز والليمون. كذا نكون خلصنا الفيز الأول. على الفيز الثاني نعطيه حليب الموز. أوكي، نطلق على الملاحات عشان تعطيه بوكسات على وجهه. يبغالنا أن نحاسب يا شباب، لأن الفوضى في الفيز هذا كثير. ممتاز، القبضات الملحية، نعطيه قبضات مالحة على اسمه. ممتاز ممتاز ممتاز، المفروض ما بقى له إلا شيء بسيط. يا إلهي، كويس كذا خلصنا من الفيز الثاني. أوكي، الفيز تبع الرقصات المالحة يا شباب. نكون وصلنا للفيز الأخير. نعطيه حليب الموز. ممتاز، نقضيها كراك شوتات عليه في نفس الوقت، نحاول ان نجمع الباريات. يا الهي، المفروض ما باقي له الا شيء بسيط يا شباب. اوكي ممتاز، حليب الموز. اوكي، ما هو راضي يخسر. يا ساتر، فكذا نكون خلصنا منه يا شباب. أوه، ممتاز جدا، دقيقتين وشوي وكل شيء بيرفكت. فراح ناخذ اس رانك جي جي كبهد. الحمد لله انك بخير. مالح الغدار كان مستغلنا طول الوقت هذا. يا ربي، المكان جالس ينهار، خلونا نهرب من هنا.
لا مخبزي. خلوه يخدمنا جزا لأنه خدعنا، لكن بتدمر مخبزه ما راح يقدر انه يسوي لنا الفطيرة العجيبة، صح تشالس؟ مو مشكلة لو ان روح مسكينة ضحوا فيها عشاني من جديد، ما بتكون السالفة تستاهل، لكن دونوا كلامي يا عيال، ما راح اوقف بحث، وخلال هالوقت لو لقيتوا نفسكم في مشكلة تراني ابعد عنكم بقضمة كوكي واحدة بس. واصلا مين يحتاج فطيرة عجيبة لما يكون عنده صديقين خطيرين مثلكم؟ كذا يا جماعة الخير نكون خلصنا من قصة الإضافة، فراح نبتدي الحين بالفتافيت أو المهام الجانبية. فراح نتوجه إلى الأسفل وراح نمر من الجسر هذا، فراح نلاحظ وجود مقبرة صغيرة. فلو تكلمنا مع الشبح راح يقول لنا أن في سر متواجد في المقبرة هذه، والسر هذا يتعلق بالمتسلقين الفايزين. إيش يقول هذا؟ سر في المقبرة هذه ويتعلق بالمتسلقين والفايزين، وشو هذا؟ فلو عبرنا من الجهة هذه راح نلاحظ وجودهم، هذول يا شباب هم المتسلقين الفايزين، والسر يتعلق بكلام أو بكم من كلمة يذكرونها بالجملة تبعتهم، في زي التلاعب بالكلمات. فالأول ذكر كلمة داون، أو خلونا نقول كلمة تحت، فنخلي الشغلة هذه في بالنا. الثاني جلس يتحلطم وذكر ليفت اب، يعني فوق يسار، فتحت بعدين فوق يسار. المركز الثالث قاعد يتحلطم وكتب رايت اب، فوق يمين. طيب قبل أن نحلل الموضوع هذا خلونا نتوجه الى الاخ المخنزر ونصرف دراهماتنا الخمسة نشتري السلاح الاخير، بالإضافة إلى الشغلة هذه يا شباب البروكن ريلك، الريلك الخربانة المكسورة اللي تبونها راح نستفيد منها. طيب الحين من بعد ما عرفنا الشغلات اللي قالوها المتسلقين راح نرجع للمقبرة، فقالوا تحت بعدين فوق يسار بعدين فوق يمين، فهذا تحت نروح لفوق يسار وبعدين فوق يمين، فهنا مربط الفرس يا شباب، حلينا اللغز وراح ناخذ غفوة في المكان هذا. طيب يا شباب البوس السري الملاك والشيطان، شوفوا لاحظوا كل ما تلفتنا على واحد منهم تحول للشيطان وهاجمنا، فهذه الطريقة اللي راح نعتمدها ضد الأخ اللطيف، يعتبر بوز غريب شوي وطريقته مختلفة، يعني تقريبا يذكرني أو فيه من بو الشبح تبع ماريو تقريبا، مش قوي بس تعتبر الفكرة غريبة. على اي حال كذا نكون خلصنا منه، فجي جي. طيب والحين راح يقول لنا ان الريلك الخربانة صحت يا شباب، فلاحظوا كانت بروكر ريلك، الحين صار اسمها كيرست ريلك، الريلك الملعونة. الحين راح يصير شيء غريب وعجيب، ايش اللي راح نسويه؟ راح نركب الريلك هذا، واسمعوا الصوت اللي بيطلع. الشغلة اللي راح نسويها الحين بالريلك الملعونة هذه، راح نحارب مجموعة من الوحوش. خلونا ننتقل إلى الجزيرة الأولى علشان تشوفون ايش اللي راح تغير في اللعب. خلونا على سبيل المثال نحارب اول بوس. لاحظوا يا جماعة ان ابتديت بقلب واحد، ولاحظوا ايش اللي صار بعد. الاسلحة جالسة تتغير كل شوي، فراح يكون نكبة الموضوع.
في نفس الوقت طالعوا كيف زادت الطاقة تبعتي، لأن واحدة من الأبيليتي إذا استخدمت الباري ممكن أن أتعالج. ففكرة الريلك هذه يا شباب أن لازم حرفيا أستخدمها ضد عدد من البوسز وأهزمهم، علشان في شغلة راح تصير في الريلك هذه. فحبيت أني أوريكم البوس هذا في البداية، وبعدها راح أكمل مع البوسز العاديين أو الباقيين كلهم. فخلونا نشوف. أوكي السلاح هذا كويس، تكفى لا تغيره أرجوك، لأن مرة راح ينفع ضد القزرة. تغير على طول يا شباب. يلا خذ، يلا خذ، طالع ايش جاني. جاني السلاح النكبة. يلا ما بقى الا شيء بسيط كذا، كويس ممتاز. فهذا بوس وهزمناه بالكيرست ريليك او الريليك الملعونة. مو مهم السكور اللي نجيبه، اهم شيء ان نفوز وحنا مركبين الريليك. هزمنا واحد وعندنا الريليك. طلعوا ايش اللي راح يتغير يا شباب. ما تغير ولا شيء. بتوجه الى البوس الثاني ونفس الشيء مركب الريليك. خلوني اشوفكم بعد ما نخلص منه. طيب يا شباب خلونا نشوف ايش اللي صار. طلع لها رمش. خلونا نكمل الوجهة الثالثة عند الضفادع، نشوف ايش اللي تغير يا شباب. نفس الشيء، توقع كفاية عليها الجزيرة هذه. نتوجه إلى الجزيرة الثانية. وجاتنا التالية ضد المهرج. نشوف إيش اللي تغير يا شباب. ست رموش. خلونا نكمل. الوجهة التالية ملكة الحلويات. نشوف وين وصلنا يا شباب. إلى الحين نفس الوضع. توقع كفاية على الجزيرة الثانية. خلونا نتوجه الحين إلى الجزيرة الثالثة. خلونا نواجه يا شباب بلوتو. خلونا نشوف البروغرس اللي وصلنا له يا شباب. ممتاز جدا. بقت آخر خطوة، وأتوقع أن كفاية على الجزيرة الثالثة، لأن في بالي شغلة راح تكون أسرع بكثير. راح نتوجه إلى جهة الكازينو، لأن لو تتذكرون الفايت تبع الكينج دايس غني بالبوسز الضعاف، وفي نفس الوقت راح نقدر أن نهيل بسهولة. خلونا نشوف. طلعوا إيش اللي صار فجأة يا شباب. اسمعوا يا شباب. سامعين الميوزك الغريبة؟ ايش معنى الشيء هذا؟ خلونا نشوف مع بعض. الريلك تبعتنا صارت ديفاين ريلك، صارت مرة قوية يا شباب. الطاقة طبيعية والوضع تمام، ولكن تتغير الضربات كل شوي. اكتشفت شغلة، والميوزك رهيبة برضو، ان انت كل ما تسوي داش او كل ما تضغط ضربة السبيشل تتغير الاسلحة وتتغير الضربات. طيب يعتبر شيء كويس. هذا هي الديفاين ريليك، حنا اخذناها مكسورة او كانت خربانة كبروكن، وبعد ما استخدمنا أو بعد ما حلينا اللغز صارت من بروكن إلى كيرست، وفي الأخير استخدمناها في هزيمة 7 أو 8 من الزعماء وصارت ديفاين. طيب الشغلة اللي نبغى نشوفها الحين، من الشغلات اللي أبغى أوريكم إياها برضو يا شباب، لو أن شلنا الديفاين ريليك ورجعنا الكوكي، خلوني أوريكم واحدة من النهايات. احنا شفناها من اول، لكن شوفوا الحين ايش راح يصير. تذكرون يوم يقول اعطوني الكونتراكت او العقود وانضموا معاي، فلو قلت له اي هذه نهاية سيئة
ولو قلت له لا راح احاربه واكسر راسه. خلوني اقول له ايه وعندي الكوكي فشوفوا ايش اللي راح يصير. راح يقول انتوا لي للابد وكل شيء لي وراح تروحون للجحيم. لكن شوفوا المشهد اللي راح يصير. هذا اللي كنت ابغى اوريكم اياه. طيب يا جماعة راح يبقى لنا شغلة بسيطة، خلونا نقول شغلتين. احنا عرفنا ان لما نبتدي يعني الشغلة هذه نزلت اساسا وما لها دخل بالدي ال سي. تذكرون البوس الجني او مارد المصباح؟ في شغلة او اضافة سووها بخصوص مارد المصباح. حرفيا لازم نلف حول نفسنا في اي مكان بحركة دائرية. فشوفوا ايش اللي راح يصير يا شباب. يلا، فحنا حررنا الجني، فايش اللي راح يصير؟ راح تنزاد الطاقة تبعتنا. بس علشان تشوفون خلونا على سبيل المثال ابى احط اي شيء ما راح يفرق يعني. والله هذه زود، هذه تزود قلبين. بس على اي حال خلونا نشوف الفايت هذا على سبيل المثال. طيب بس بوريكم كم قلب عندي. 9 قلوب يا شباب. هي الفكرة ان تزيد يتدبل الوضع او تتدبل القلوب اللي عندنا. طبعا الشغلة هذه ما راح اقدر اسويها بالاكسبرت مود، بس تعودت على تشالس ان الداش هو الباري. فهذه الشغلة هي اللي كنت ابغى اوريكم اياها بالجني، هي تدبل القلوب تبعتنا. وبما اني حاط التشارم حق التوين هارت فبيبتدي بخمسة او بستة. على اي حال اخر شغلة ونكون بالنسبة لي حللنا اللعبة بالكامل. الشغلة لازم اني اخلص اللعبة من جديد، بس ما يهم الصعوبة حتى لو على الايزي، بتشلس. لازم تشلس تخلص كل المراحل ونتكلم مع الأخت اللطيفة. فخلوني أشوفكم بعد ما نهزم الزعماء كلهم. أوكي خلونا نشوف. جميل يا شباب، خلونا نشوف يا شباب ايش اللي راح يصير الحين. واضح ان في شعلة ما كانت موجودة واشتعلت. طيب ممتاز، فاخذنا الجائزة تبعتنا يا شباب. فلتر راح اقدر اني اركبه باسم تشالس. وش هذا يا ابو السعادة؟ وش يسوي وش ما يسوي؟ لا تستعجلون، خلوني اشوفكم في مرحلة كان اندرن. الفلتر حرفيا عبارة عن سكن مختلف التشالس. خلونا نشوف مع بعض السوبرات تبعتها اللي ما شفناها. السوبر الثانية يا جماعة الخير مجرد ما تنقص طاقتي راح تجيني الطاقة هذه او القلب، فنقدر نقول انها هارت باك اب. والسوبر الأخيرة يا شباب تشالس الأسطورية. طلعوا الضربة كيف يا شباب، مو طبيعية. بالنسبة لسلاح الإعصار فزي ما جالسين نشوف الطلقة ما هي بالشكل اللي نبغاه، لأن ما هي مستقيمة، مايلة إلى الأعلى وغريبة بعض الشيء. وبالنسبة للسبيشل تبعها فصاير بشكل دائري، ممكن يكون مفيد في بعض الأوقات. وجاء الوقت يا جماعة الخير اللي راح ننهي فيه سلسلتنا الجميلة اللي أنا بالنسبة لي صراحة استمتعت جدا بتحضيرها. للأسف الإضافة ما كانت طويلة، ما أمدأ أن نتهنى فيها، ولكن دايما الأوقات الحلوة تخلص بسرعة البرق. خلونا نستعرض مع بعض البروغرس تبعنا من خلال العوالم والرانكات برضو. فهذا العالم الأول، الثاني، الثالث، عالم الكازينو بالإضافة إلى العالم الأخير أو الـ DLC. ما راح يمنع برضو أن نمر
جهة الغلاية الحكيم، الجهة اللي ابتدينا منها على أساس أن نسلم عليه. فللأمانة يا شباب كانت سلسلة ممتعة، فأتمنى أني كفيت ووفيت، ما خليت بخاطر أي أحد منكم أي شيء إلا شافها باللعبة. اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات وإيش الشغلات اللي راح تشتاقون لها. هذه كانت نهاية سلسلتنا كبهد، فأتمنى أنكم استمتعتوا، وبإذن الله راح ألقاكم في سلاسل ثانية على خير. استودعتكم الله وفي أمان الله.